خالد العدوي، مهندس معماري ومصور فوتوغرافي. بالنسبة لي الصورة الهدف الأصلي والأساسي منها هي توصيل رسالة، وده اللي هنحاول نتعلمه طول فترة الكورس. هنتعلم ازاي نصنع صورة، هنتكلم عن التكوين في الصورة، هنتكلم عن التكنيكاليتيز او الجزء الفني في اللي بقدر اطلع بيه الصورة، تظبيط الكاميرا كويس، الاكسبوجر تريانجل، العدسات. هنروح بعمق شوية ناحية تصوير المباني بالذات الاثرية، سواء الاكستيريورز الجزء الخارجي من المبنى او الانتيريورز اللي هي المباني من الداخل. حاجة من الحاجات المهمة برضو اللي احنا هنروح لها تصوير المودلز المعمارية او الماكتات. كل ده هيبقى بشكل تفاعلي، هنتعلم من بعض، هيبقى في ورش تصوير سواء في الاستوديو او برا. اعتقد انه التصوير واحد من الادوات المهمة جدا للمهندس المعماري علشان يقدر يبين افكاره. علشان كده انا بدعوكم لان انتوا تبقوا معانا في الكورس ان شاء الله. مستنيينكم.